اهلا بكم مشاهدينا من جديد. نبدا النشره من الشان المحلي، حيث اعلنت بورصه البحرين عن ادراج وحدات عهده بنك الاسكان العقاريه مع دق جرس افتتاح جلسه التداول، حيث يبلغ اجمالي عدد الوحدات المدرجه 198 مليون وحده بقيمه اسميه تبلغ 100 فلس لكل وحده. هذا وتستهدف عهده بنك الاسكان العقاريه مشاهدينا تحقيق صافي دخل سنوي مجزٍ قابل للتوزيع قدره 6.5% مستحق الدفع بشكل نصف سنوي، ومن المتوقع أن يسهم في تقليل المخاطر والتقلبات أكثر من الأسهم والسندات بسبب الإيجارات طويلة المدى ودعم الأصول الرئيسية، إضافة إلى عدم وجود المديونية المالية الحالية. طبعا مشاهدينا يمكن للمستثمرين البحرينيين والخليجيين سواء أفراد أو مؤسسات من التعامل فيها بوضع أوامرهم من خلال أحد الوسطاء المعتمدين في بورصة البحرين. طبعا سبب نجاح البورصة في إدراج مثل هذه الصناديق هو وجود القوانين اللازمة المتعلقة بالريتس. طبعا المصرف المركزي قد أصدر هاي القوانين في 2012. جميع هذه القوانين تصب في مصلحة أن تكون هناك بنية تحتية لهذا النوع من المنتجات الاستثمارية. نجاح الصندوق هذا راح يحفز المطورين العقاريين من جهة والمستثمرين من جهة أخرى الاستثمار في هذا السوق، ونتوقع أنه نجاح مماثل لنجاح سوق الصكوك اللي انطلق في عام 2015. وطبعا الريت في السوق حاليا برودكت جديد او منتج جديد، ونتوقع نجاح يعني مع تواصل الاويرنس او التوعيه في الصندوق راح يزيد الطلب عليه ان شاء الله. وعلى صعيد المتصل مشاهدينا، اكد المدير العام لبنك الاسكان الدكتور خالد عبد الله للنشره الاقتصاديه ان ادراج وتداول وحدات عهده بنك الاسكان العقاريه في بورصه البحرين يشكل خير دليل على تزايد الثقه بالاقتصاد البحريني مع تجاوز نسبه الاكتتاب 95%. من خلال هذا الصندوق ايضا احنا كنا نستهدف الشريحه المتعلقه ب يعني اصحاب الدخول المتوسطه والمحدوده لكي يصير لهم نصيب في الاستثمار العقاري، والحمد لله بعد ان اطلقنا الاكتتاب قدرنا نحقق اكثر من 95% نسبه اكتتاب، واللي هي تعتبر نسبه كبيرة وتبين الثقة في الاقتصاد البحريني وفي المنتج نفسه، خاصة في الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة. وفي خبر محلي آخر مشاهدينا، أفاد تقارير الموازنة العامة أن متوسط سعر النفط البحريني الخام المستخرج من حقل أبو سعفة تراوح ما بين 39 و40 دولار خلال العام الماضي 2016، متأثرا بالمنحنى النزولي لأسعار النفط في الأسواق العالمية. وتقدر إيرادات البحرين من حقل أبو سعفة بنحو 760 مليون دينار خلال العام 2016، مقارنة مع 940 مليون دينار إيرادات العام 2015، أي بتراجع نسبته 19%. وبحسب بيانات وزارة المالية مشاهدينا، فإن إيرادات الغاز الطبيعي في عام 2016 تقدر بنحو 470 مليون دينار مقارنة مع 411 مليون دينار في عام 2015، أي بزيادة نسبتها 14%. يذكر أن أعلى إيرادات حققتها مملكة البحرين من خلال من حقل أبو سعفة كان في العام 2011 بأكثر من ملياري دينار. هذا ويعتبر مشاهدينا حقل أبو سعفة حقل مشترك بين البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ويبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يوميا، ويوزع مناصفة بين البلدين، إذ يبلغ نصيب كل واحد منهما 150 ألف برميل يوميا، في حين تشكل إيرادات حقل أبو سعفة أكثر من 60% من الموازنة العامة للمملكة. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.